السلام عليكم. ما خلفيات المخطط الذي تقوده واشنطن مع حلفائها ضد سوريا؟ ماذا يعني تأكيد كلينتون في مجلس الأمن أن التغيير قادم إلى سوريا والعنف قد يخرج عن السيطرة؟ ماذا بعد جلسة مجلس الأمن واتهام المندوب السوري للجامعة العربية بأنها تلتقي مع مخطط تدمير سوريا؟ هل هدف المخطط توجيه ضربة لجبهة المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان بحسب قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي؟ هل يريد الأمريكيون وحلفائهم الانتقام من سوريا بسبب هزائمهم في المنطقة؟ الأزمة السورية وخلفيات المخطط الأمريكي موضوع مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي. نرحب بك استاذ جبران. من باريس ينضم إلينا رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع. نرحب بك استاذ هيثم. ومن واشنطن الباحث في مركز التقدم الأمريكي لورنس كورب، أيضا مع الترحيب. قبل البدء بالتفصيل، أتوقف عند موقف وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون في مجلس الأمن: التغيير قادم إلى سوريا لا محالة بحسب كلامها، عدم تحرك مجلس الأمن بسرعة لحل الوضع سيضعف مصداقية الأمم المتحدة، أمريكا تقف جاهزة لتمرير قرار يدعم جهود الجامعة العربية مع حمل المزيد من المواطنين للسلاح لمقاومة النظام، من المرجح أن يخرج العنف عن السيطرة. وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ: الغرب لا يحاول أن يملي على سوريا ما تفعله، الدول العربية هي التي تحث مجلس الأمن. المندوب الروسي تشوركين: لن ندعم أي قرار يتضمن عقوبات أو تدخلا يؤجج الصراع أو يمهد للتدخل في المستقبل. المندوب السوري بشار الجعفري: سوريا ستواجه بحزم أعدائها، والجامعة العربية تلتقي مع المخططات غير العربية الهادفة لتدمير سوريا. قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي: الهدف الرئيس لمخطط أمريكا وبعض دول المنطقة في سوريا توجيه ضربة إلى جبهة المقاومة لأن سوريا تدعم المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان. إذا وعدت الحكومة السورية الأمريكيين بأن تقطع دعمها عن المقاومة فجميع القضايا سوف تحل. ذنب سوريا الوحيد دعمها للمقاومة، والأمريكيون وبعض الدول العربية يريدون الانتقام والثأر منها بسبب هزائمهم الأخيرة في المنطقة، بعض الدول الغربية. طيب أستاذ جبران، لأبدأ معك من العنوان الأول ربما قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بمحاور الليلة. المخطط، لأبدأ من هذه النقطة، ما المخطط الذي تريد واشنطن فعلا وحلفاؤها تمريره في مجلس الأمن؟ هي تقول لمحاصرة الأزمة السورية، لإيجاد حل للأزمة السورية، هل فعلا يريدون ذلك؟ يعني حتى أدخل من هذا السؤال. يعني هلأ بالواقع يمكن هيدي أكثر مرحلة كتير واضحة ولا تحتاج إلى كثير من العناء للبحث بأبعادها وخلفياتها، وما فيها كثير من الأسرار لأنه كله عم بيلعب على المكشوف مثل بيقولوا على الطريقة اللبنانية. واضح انه الامريكان مع مرحلة احتلال العراق وما بعد الاحتلال العراق اكدوا على نظرية قيام شرق اوسط كبير تسمية الامريكية، وشرق اوسط اوسع تسمية الاسرائيلية. وهذا الموضوع رجع تعسر بفعل نتائج حرب تموز والممانعة اللي حصلت في لبنان. وهذا كلام كمان برجع بكرر كان كتير واضح، قالت كونداليسا رايس عشية الاجتياح الكيان اللبناني وضرب المقاومة، انه هذا بداية لتشكيل مشروع الشرق الاوسط الكبير. توقف توقف هذا الامر. فجاء الربيع العربي، فهذا الربيع العربي كان له بعدين، يعني خلينا نكون موضوعيين، له بعد جميل وجيد وفرصة بالتالي، وكان عنده بعد من المخاطر. هو لأنه أمريكا تملك من القدرات الاستراتيجية الضخمة أن أي حدث يحصل في المنطقة، ليست بالضرورة هي التي صنعت الربيع العربي، لكنها استطاعت أن تضعه ضمن استراتيجيتها. طيب الآن هل تتجمع الأوراق الأمريكية والغربية في سوريا ضمن استراتيجيتها؟ فرأسا رسمت نظريتين: ممنوع خروج مصر من المعاهدة، وضروري إخراج سوريا من المعادلة.
بلش الموضوع على القاعدة. هذه المعادلة يعمل عليها برأيك الأمريكي الآن هو وخلفائه، حتى لا نترك الموضوع فقط للأمريكي، لكن هو الآن يتقدم يعني هذه الهجمة الحاصلة على سوريا. المشهد على كل حال، يعني إذا ما أردنا أن نتحدث في المشاهد، المشهد الحاصل بالأمس في مجلس الأمن، حضور وزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وطبعا إضافة إلى الروسي، لكن وزراء الخارجية بهذا الحجم ربما يدلل على ما نحاول أن نشرحه في البداية معك. اسمح لي أتحول إلى بريز، وسنعود إلى المحور معك، إلى الدكتور هيثم مناع. أستاذ هيثم، يعني لأبدأ معك من هذا المنطلق، طبعا قبل أن نتحدث عن وقائع ما هو حاصل الآن، بدأنا بالموضوع الأمريكي لأنه المشهد كما قلنا كان واضحا بالأمس، خصوصا يعني كلام وزيرة الخارجية الأمريكية عندما تتحدث عن مسألة الحذر من العنف، وتقريبا هي تحذر من خروج العنف في سوريا عن السيطرة نتيجة ما سمته حمل المواطنين السلاح لمقاومة النظام. يعني ألم تسمح الإدارة الأمريكية في السابق، وإذا ما استرجعنا بعض البيانات والمواقف وخاصة من البيت الأبيض ومن وزيرة الخارجية الأمريكية، بأن لا تلقوا السلاح؟ أين الجديد في هذا الكلام؟ تفضل أستاذ هيثم. أستاذ هيثم تسمعنا الآن؟ طيب يبدو هناك مشكلة. طيب أتحول إلى واشنطن، إلى السيد لورانس كورب. مستر كورب، أولا نحييك، ثانيا اسمح لي أبدأ معك بالحديث عما تريده واشنطن من الأزمة السورية. Well, what the United States wants is the violence to stop, and they want Assad to step down, because until he steps down, there's no hope for the violence stopping. This is a continuation of the Arab Spring that started in Tunisia. ونحن نعرف أن ربيع السوري هو تتمة الربيع التونسي والمصري والليبي، وإن لم يتنحى الرئيس الأسد لن يكف العنف. من كلف واشنطن بالطلب من الرئيس السوري أن يتنحى مستر كورب، خصوصا أن المبادرة العربية لم تأتي على ذكر التنحي، وبالأمس قال هذا الكلام بوضوح الأمين العام للجامعة العربية. لماذا واشنطن تريد هذا التنحي؟ Well, I think the Arab League has come to the point now that they want him to step down, because when they sent the monitors in there, لا سيما بعد إرسال بعثة المراقبين العرب من هنا، تدعو جامعة الدول العربية الأسد إلى التنحي وتتفاوض بهذا الشأن مع المعارضة السورية، وقد غيرت المعارضة السورية موقفها كذلك. إذن المبادرة ليست مبادرة أمريكية، بل مبادرة من جامعة الدول العربية مدعومة من الولايات المتحدة والأوروبيين بخلاف روسيا. نعم. طيب مستر كوب، طبعا سأعود إليك لهذه النقطة، ومعلوم أن مسألة التنحي، مسألة انتقال السلطة بالشكل الذي ورد في المبادرة العربية، تعترض عليه روسيا بشكل مباشر، وهي لا توافق على أي نص يتضمن مثل يعني هذه النقطة تحديدا. اسمح لي أتحول الآن إلى بريز، عاد إلينا الدكتور هيثم مناع. دكتور هيثم نحييك، لنسمع صوتك قبل أن نطرح السؤال عليك إذا كنت معنا. نحييك. مساء الخير. طيب أستاذ هيثم، لأبدأ معك من الموضوع الأمريكي طالما يعني استهلينا به. سمعت بالأمس ما قالته كلينتون، وما قاله هيغ، وما قاله حتى وزير الخارجية الفرنسي. قلنا هذا المشهد إنما يمثل هجمة واضحة على الموضوع السوري، طبعا بهدف محاصرة الأزمة برأيهم، لكن من يسمع الكلام يعني يدرك تماما أنهم يريدون شيئا ما مما يحصل، خصوصا عندما تحذر من موضوع العنف وأن هذا الأمر قد يخرج عن السيطرة، علما أن في تصريحات سابقة لها سبق أن طالبت بشكل واضح أن لا يسلم السلاح، بالإضافة للبيت الأبيض وما قالوا للسلطة. رأيك في الموضوع الأمريكي وحلفاء أمريكا من الأزمة السورية أستاذ هيثم، تفضل.
أنا في الأسبوع الماضي قابلت مسؤول أمريكي يتابع الملف السوري لأكثر من 3 ساعات. نعم. وكان بالفعل هناك استماع ونقاش صريح وصادق وعميق حول الوضع السوري، وما سمعته يختلف بالعديد من النقاط عما نسمعه في الإعلام. نعم. فهناك مخاوف أمريكية حقيقية من الحرب الأهلية، وهناك مخاوف حقيقية على الأقليات في سوريا، وهناك أيضا مخاوف حقيقية من إبعاد الدور الروسي. نعم. لأن ذلك يمكن أن يعقد الملف أمام ليس فقط مجلس الأمن، وإنما أمام قدرة على التحقيق لأي خطة عمل سياسية. وأنا ما بخفي أني قلت له كلمة أخشى أن تصل جميع الاقتراحات السياسية بعد فوات الأوان، لأن عنصر الزمن جزء أساسي من السياسة، وهذا العنصر للأسف لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم التعامل معه بجدية، لا من الجماعات العربية المختلفة ولا من الجماعة الدولية. نعم. وأظن أنا بأن الحفلة سوق عكاظ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأمس كان تعبيرا عن حفلة مزاودات، أحيانا حفلة تسجيل مواقف أكثر منها تفكير عميق بالخروج من الوضع الراهن قبل أن يصبح الحل السياسي مسألة مستبعدة تماما تحت نيران السلاح. نعم. يعني وأظن دكتور هيثم مشكلتنا الأساسية. نعم. تفضل تفضل. مشكلتنا الأساسية اليوم هي إعادة الموقف السياسي بقوة إلى الساحة السورية، إلى داخل سوريا، وليس إلى أروقة الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية. طيب الآن الموضوع توضحت فكرة أستاذ هيثم، واضح أن المسألة خرجت إلى أروقة الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن وإلى المبادرة العربية. أنتم ترغبون كهيئة تنسيق تتحدث بشكل مباشر إلى إعادة الموضوع إلى الساحة الداخلية في سوريا، لأن هناك المشكلة وهناك يفترض أن يكون الحل، لكن هناك من المعارضة، وسنأتي على طبعا هذه النقطة، من يريد لمجلس الأمن أن يتدخل، من الأمم المتحدة أن تتدخل، ومن هذه المبادرة أن تكون محصنة دوليا، نقصد بذلك ما تريده معارضة مجلس اسطنبول. اسمح لي أعود إلى الاستوديو لأطرح السؤال على الأستاذ. عفوا. في نقطة تفضل. في سوء فهم صغير فيما قلت. تفضل. أنا الذي أقوله أننا حتى الآن نتكلم في مشاريع نظرية. حتى تكون عملية التحقيق سيكون في سوريا. لكن العناصر نحن راهننا على المبادرة العربية ودور للجامعة العربية منذ أشهر. نعم. وكنا أول من راهن وما زلنا، ولكن اليوم لكي تكون الجامعة العربية قادرة على أن تفعل أي مبادرة أو أن تهذبها إذا صح التعبير، لابد من أن تأخذ بعين الاعتبار من الموقف الروسي. طيب. لأن روسيا أبعدت تماما، وحتى تأخذ بعين الاعتبار بهذا الموقف عندها يمكن الحديث عن عودة المبادرة إلى داخل الفعل السوري. يمكن أن تكون هناك تأثيرات فعلية على السلطات السورية عندما يكون الحل المقترح لا يهمش الفدرالية الروسية. جيد. الآن الدور الروسي قائم، وروسيا تقول ورقتي على الطاولة، ويفترض أن يكون هناك عودة لها حتى تدرس هذه الورقة، ولن يمر المشروع إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات روسيا على أي حل يطرح لسوريا حتى اللحظة على الأقل. اسمح لي أعود إلى الاستوديو وأعود إلى المحور الذي بدأنا معه بالموضوع الأمريكي، وماذا يريد الأمريكيون. برأي مستر كورب أن الأمريكيين يريدون حلا للأزمة، ويبدأ هذا الحل من تنحي الرئيس الأسد. أستاذ جبران اسمح لي. تفضل.
يعني أنا أولا فعلا الأستاذ هيثم عمل هيك عرض نظري يمكن بشكل أرضية أساسية للنقاش حول واقع سوريا وواقع المعارضة في سوريا ومستقبل سوريا. هلأ طبعا التمايز بين ما يقال علنا وما قيل له في الاجتماع الخاص ما فيها الفوارق الكبيرة، لأنه هذا الكلام عم بتقوله كل يوم أمريكا بهذا الأمر. سؤال أساسي، إلى أي مدى هالقناعة عند المعارضة أنه أمريكا تشتغل لأجل المعارضة؟ يعني هذه نظرية ما نحن دفعنا عن أي معارضة تتحدث؟ عن كل المعارضة، عن كل المعارضات بسوريا. ما هذه دفعنا أسماء باهظة بلبنان نتيجة هذه النظرية، أنه في مجتمع دولي هو يسعى لحل مشكلتك، وتحديدا لأنه أنا برأيي المجتمع الدولي هو اسم مستعار للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة راهنا بعد التميز مع الصين وروسيا. الشيء اللي يتحدث عنه عندما نتحدث عن حل السياسي في سوريا، يجب أن نمتلك كل الجرأة ونقول أنه الحل السياسي يجب أن يحصل سوريا، وبالتالي طرف رئيسي في الرئيس الأسد. يعني اللي عم بيوضحه يعني الأمريكي اللي عم بيوضحه الأمريكي وقت عم بيطرح تنحية الرئيس أو الجامعة العربية وقت طرحت تنحية رئيس ومن ثم طرحت معادلة لا مش تفويض بس الصلاحيات، موضوع الحل السياسي. يعني خلينا نكون نحن موضوعيين، والتغيير لا يتنافى مع العقل، وبيعرف الأستاذ هيثم أنه العقل منه ضد التغيير يعني، وبيعرف أنه المجتمع السوري مجتمع مركب، والمواطنية بسوريا مواطنية مركبة. يعني أنا لا أحتاج إلى نصيحة أمريكية إذا كان فعلا بيصير في حرب أهلية أو لا. كل هذا وضع لبنان، ما عم حكي من ضمن تجربة، ليش بدي بالنظريات؟ نحن عشنا كحركة وطنية نفس المناخات تبعه، انه راهننا على اوضاع دولية تساعدنا على عملية التغيير في لبنان. اخر شيء طحنا بعضنا بحرب طائفية، ومن ثم تراجع تقدم النظام السياسي. الان مطلوب من المعارضة، معلش خليني انا استفيد بهذا الحوار مع الاستاذ هيثم، لانه انا الاستاذ هيثم يقول هم يعني يحذرون من حروب طائفية، ألا يعملون على ذلك من خلال التوجه؟ الأستاذ هيثم بيعرف أنه أي تدخل خارجي مهما كان طبيعته الإنسانية أو طبيعته العدوانية هو عامل من عوامل سينتج عنه هذا الأمر، ما هذا معروف يعني، هذا ما بده اجتهاد كبير. أنا كثير براهن على هالشاب وعلى الأستاذ هيثم، أنه بالفعل لأنه أنا ما بعرفه شخصيا، بيحكى عنه أنه كثير عنده نوع من الموضوعية والعقلانية. مطلوب من المعارضة أن تخرج من حفلة الرهان على الخارج. على كل حال هو تحدث عن حفلة الخارج من خلال جلسة مجلس الأمن بالأمس، وأنه هذا الكلام اللي قاله أنه مبارح كان سوق عكاظ، لا، هذا إذا بده تحديدا كان نوع من منابر خطابية لانتخابات هذه الدول. صحيح. راح كل واحد يعمل خطاب حتى يحصد فيه في داخله. سوريا كانت خارج الموضوع يعني طبعا سوريا خارج الموضوع، مش موضوع معروف. طيب. أنا لأنا 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 بريده يعني مشان فعلا هو طيب حتى نعطي مجالا لضيفنا. الحلقة عندك سريعة وكله كلام برهي. يعني برهيتي الأخيرة لا الأستاذ هيثم، خلي يكون في جرأة لمبادرة مباشرة مع هذا النظام، مباشرة مع هذا النظام. سنسمع ويستفيد. هو بيقول أنه في ضمانة دولية للإصلاح. إذا في ضمانة دولية للإصلاح استفيد من هيدي الوضعية، وفوت بالنقاش مع ما هو قائل. انطلق من ثابتة أساسية تتعلق بالدور الروسي. على كل حال سمعناه ما يقول عن موضوع روسيا، وإذا لم تأخذ الموضوع الروسي المقترح الروسي بعين الاعتبار لن يكون هناك حلا بهذا المعنى، ولن يكون هناك حوار. اسمح لي قبل أن أسمع وجهة نظر الأستاذ هيثم أعود إلى واشنطن مجددا وإلى السيد كورب. سيد كورب، يعني الأمريكيون ومن يقف معهم، طبعا أتحدث هنا عودة من جديد إلى وزيرة الخارجية ومن خلال حديثها ومن خلال حديث حلفاء الولايات المتحدة البريطاني والفرنسي وطبعا يعني تقريبا كل الاتحاد الأوروبي، هل هم يدفعون نحو تغيير النظام بالقوة يعني كما يعتقد مندوب الصين؟ سمعنا المندوب الصيني ماذا قال. لا انا كنت بتمنى عليك تسأله انه خصوصا لا انه خروج الرئيس الأسد من التنحي سيضاعف ويفاقم هذا من من العنف، ام بقاء وقيام تسوية معه هذا بسكر على العنف؟ هل تريدون انتم تميلون لتغيير النظام بالقوة، خصوصا وان الموقف الى جانب تنحي الرئيس يعني هناك مشكلة كبيرة في سوريا؟ هل هذا ما يريده الغرب؟ تفضل.
The United States and the other members of the Security Council, other than the Russians and Chinese, are not for changing the regime by force. In fact, in order to get Russian support, they were willing to modify the resolution to say there will be no military intervention. بحيث لا يكون هناك أي تدخل عسكري. لا أظن أن الوقت يصب في مصلحة النظام السوري. نحن نعرف أن النظام السوري قد يفتقر إلى التمويل مع تزايد العقوبات على الحليف الإيراني. من هنا أهمية تمهيد السبيل أمام مرحلة انتقالية يتم خلالها نقل السلطة من الرئيس الأسد إلى نائبه لإقامة الحوار مع المعارضة. لن يكون سيناريو الليبي والتدخل العسكري وتدخل حلف الناتو. وقد أوضحت السيدة كلينتون ذلك البارحة. طيب أعود إليك أستاذ هيثم الآن، إذا كان لديك ما تريد أن تجيب الأستاذ جبران على ما حاول أن يطرحه عليك وطرحه عليك على كل حال، خصوصا لجهة موضوع الحوار. وأنا أريد أن أضيف شيئا يتعلق يعني بهذه المسألة التي نناقشها الآن، مسألة الصلاحيات، نقل الصلاحيات، يعني يبدو أنه شرط للمعارضة. نريد أن نوضح ومنك مباشرة، هل أنتم مع هذا الشرط الذي يعني سمعناه من برهان غليون على الأقل عندما قال أنا لا أحاور حتى ولو كان الحوار في موسكو إلا تحت شرط تنحي الرئيس؟ هل تنحي الرئيس يفسح المجال أمام حوار أم يفسح المجال أمام حرب أهلية يتخوف منها الأمريكي ويتخوف منها الغرب وتتخوفون منها بشكل أو بآخر؟ تفضل. برد برجع على فقرة صغيرة في الحوار مع المسؤول الأمريكي. أنا سألته، لم نعرف من هو هذا المسؤول الأمريكي، يعني من هو هذا المسؤول؟ هل هو مسؤول فعلا على مستوى إدارة أم السيد هو ميلر؟ السيد ميلر سكرتير أول في السفارة هنا، ولكنه سينضم لفريق العامل في واشنطن بعد شهرين. تفضل. وهو كان في اجتماع المجلس الوطني وهيلاري كلينتون في جنيف. ويتابع الملف السوري هنا. فقلت له سؤال بسيط، إذا أنتم مع المبادرة العربية فلماذا ما زلتم تبقون على العقوبات بحق السيد فاروق الشرع؟ لأن هناك عقوبات بحق السيد فاروق الشرع صدرت من الإدارة الأمريكية. صحيح. أي أنه يعامل مثله مثل الدكتور بشار الأسد. وبالتالي يعني اشرحوا لي كيف. إذن في اعتباط في التوجه في التصور السياسي وفي التعامل مع الأفراد. نحن من وجهة نظرنا نعتبر بأن هناك في جهاز الدولة السورية أشخاص يعملون منذ ربع قرن أو أكثر وما زالوا يعيشون في بيوت أجرة، وفي أشخاص في المعارضة السورية منذ 25 شهر أو أقل وعملوا بزنس. نعم. طيب. ففي مشكلة بالتأكيد. يعني عملية الفرز اليوم ليست فقط في المسألة الديمقراطية والمسألة الوطنية، وليست فقط في مسألة مقاومة السلطة الدكتاتورية. أستاذ هيثم أتابع معك. مقاومة الفساد. عذرا على المقاطعة، أتابع معك لكن بدأ التوقف عند فاصل قصير. الأزمة السورية وخلفيات المخطط الأمريكي عنوان هذه الحلقة من مع الحدث. أذكر بضيوف الحلقة، في الاستوديو جبران عريجي الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي، من واشنطن لورنس كورب الباحث في مركز التقدم الأمريكي، ومن باريس الدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا في المهجر. دكتور هيثم أعود إليك وإلى حيث توقفنا معك قبل الفاصل، لكن اسمح لي أذكر فقط بما يعني سبق أن طرح عليك الأستاذ جبران في الاستوديو. يعني السؤال الأساس أو العنوان الأساس ليس فقط بالنسبة له، إنما بالنسبة أيضا لمن يهتم تماما بالدور الأمريكي تجاه سوريا، أن الأمريكي يريد إخراج سوريا من المعادلة. يعني طبعا لو نحاول أن نجيب على هذه النقطة، أكثر من ذلك هناك من يعتبر أن الآن المعارضة المسلحة والتي اعترضتم وتعترضون عليها تحولت التظاهرات من تظاهرات سلمية إلى تظاهرات مسلحة، معارضة مسلحة بكل معنى الكلمة، ليست
سوى جزء من المشروع الأمريكي والمشروع الغربي. هل توافقون على أن الواقع اليوم أصبح كذلك؟ تفضل. هذه ما حاولت أن أفسره يعني وأرجو أن تعطيني دقائق لأنه إحنا مظلومين جدا في الإعلام، فلتكن العالم العالم دائما يعني منصفة معك دكتور هيثم، دائما منصفة معك يا أستاذ هيثم. عنده الجزيري وعنده العربية، عنده الجزيري وعنده العربية. يبدو أن الإعلام الآخر المشكو منه على مستوى القيادي بسوريا أيضا أنت تشكو منه، تفضل. عند الجزيرة لا نحن بتعرف يعني بتعرف انه العربية لم تدعني في 8 سنوات الا 10 دقائق. اعرف هذا الموضوع فضل. وهي لاسباب اخرى لا علاقة لها بالموضوع السوري، لاسباب ما حدا بيقدر يحكي عن الغرام الفائق بيني وبين العربية. تفضل. في مشكلة اكيد، لكن تحدثوا عني اكثر من ساعة ونصف وفق احصاءات. تفضل. اللي بحب اقوله انه على صعيد الداخلي حتى تنفهم وجهة نظرنا، نحن ضد كل من يريد تحطيم الدولة، مواجهة الدولة وتحطيم الجيش. هذه مسألة بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن أن نتعامل معها مع أي طرف، لا محلي ولا إقليمي ولا دولي، لأن هذا يدخلنا في النفق العراقي والليبي بدون استعمال الاسم أو بدون الفصل السابع. نعم. المشكلة الثانية، لذا يجب التمييز بين مواجهة النظام وأسقاط النظام وبين مشروع تحطيم الدولة السورية وخلق إما دولة هزيلة أو كيانات متعددة الذي بالتأكيد يدور بخلد أطراف دولية عديدة. طيب يعني حول هذا التفصيل، حول هذه الجزئية أستاذ هيثم. سأصل معك. طيب حول هذه الجزئية، هل الأمريكي يعني أنا اليوم الأمريكي تحت المجهر بالنسبة لنا، هل الأمريكي يريد تحطيم الدولة أم يريد تنحي الرئيس؟ يعني حتى نخرج بهذه المعادلة. تفضل. كما قلنا بصراحة لمن حاورناه من الأخوة الأمريكان إذا صح تعبير الأخوة، فنحن بالنسبة لنا نعتقد جازمين بأن في الإدارة الأمريكية وفي مواقع لوبيات الضغط وجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية من يريد بالفعل أن تنتهي القدرة السورية العسكرية والسياسية. نعم. وبالتالي لن يتورع عن استخدام أي وسيلة، وبالنسبة له الغاية تبرر الواسطة. ربما لم يكن الرئيس أوباما، ولكن هناك من يسعى بهذا الاتجاه. النقطة الثانية هي النقطة الإقليمية والدولية. نحن في هيئة التنسيق الوطنية عندما توجهت الناس غربا توجهنا شرقا، وعندما توجهت شمالا توجهنا جنوبا. ما معنى ذلك في العمل السياسي؟ نحن نعتقد بأن سوريا جغرافيا محكومة بعلاقات حسن جوار مع الشعوب المجاورة للشعب العربي. نحن محكومون بعلاقات حسن جوار وممكن تتطور لشكل من أشكال الاتحاد الأوروبي مستقبلا، لما لا؟ مع الإيرانيين، مع الأتراك، مع الأكراد، مع كل الشعوب التي نعيش معها وبجوارها بحكم ما فرضته علينا القدرة الإلهية في تقسيم البشر. فنحن في هذا الوضع، إما أنك تخوض معركة مع جارك وتمضي وقتك في صراعات هدامة للطرفين، أو أن تكون في علاقة بناءة مع الجار. طيب. لذا اخترنا نحن أن نكون في علاقة بناءة مع الجار، وأن يكون هذا الجار مع الشعب السوري وليس مع أي سلطة كان، يعني بناء علاقة استراتيجية وطويلة الأمد مع شعوب المنطقة. على الصعيد الدولي نحن نعتقد بأنه من فارق يعني مفروغ منه أن الدول الغربية لها علاقة عدائية مع السلطات السورية، لكن كيف يمكن الوصول إلى موقف سياسي يصب في خدمة الصراع السوري بين الدكتاتورية والديمقراطية، لا موقف على السوري من قبل الآخرين؟ طيب. نحن لسنا ثوار حسب الطلب، ولسنا مجموعة
لهذا أو ذاك، ولا يمكن أن نقبل بأن تتحول تضحيات المعجزة السورية إلى مادة استعمال من أنظمة تسلطية أو في معارك هيمنة وغلبة. طيب، أنتم لا تريدون ذلك، لكن واقع الأمر هو الآن كذلك. أستاذ هيثم، اسمح لي أترك المجال للأستاذ جبران، ربما لديه ملاحظات قبل التحول إلى واشنطن. لا، التشخيص اللي عم بيقدمه الأستاذ هيثم تشخيص إلى ومقارب إلى حد كبير موضوعية، يعني هو واعي لخطورة الموقف الأمريكي لعدائية الغرب للموقع السوري، واعي للاستهدافات الضمنية لتدمير المجتمع السوري، وهذا عم بيعمل لك عملية التوصية. لكن عندما يصل عند ما العمل بالنسبة للمعارضة، إذا كان هذا التوصيف هذا خطورته وهيدي أبعاده وهيدي مراميه، إذا شو هو دور المعارضة؟ شو عمل المعارضة؟ لسنا بالطلب، يعني لسنا بتصرف طرف ضد طرف. بتحب أجاوب؟ فحتى ليترك الفكرة حتى ننتهي من الفكرة. فحتى الآن ما أظهرت المعارضة بمختلف أطيافها بمختلف اتجاهاتها هيك نوع من خصوصية، نوع من استقلالية، باستثناء بعض الأصوات اللي هو الأستاذ هيثم أحدهم يعني، ونعمل شيء هيك أساسي حول مسألة الجرأة. برجع بكرر ويسمعني منيح لأنه ما عم بيجاوبني على النقطة، شو اللي بيمنع أنه يصير في ورقة جديدة لإطلاق فكرة حوار مع ما هو قائم؟ لأنه أي شيء آخر يسمح لي يتنافى مع العقلانية، أي شيء آخر هو افتراضي أكثر منه واقعي. يتحدث عن ديكتاتورية وديمقراطية، لا يمكن الجمع بين الحالتين. يعني ما زال الرئيس الأسد حتى وفق أحصاءات الغربيين أنه هو يملك أكثر من نصف الشعب السوري كمؤيد. هو بيعرف مدى ترابط، مدى جدلية، مدى علاقة العضوية بين النظام والدولة والجيش، يعني بيعرف أنه التفكيك بهذا الأمر منه إلا افتراضي ومنه إلا نظري. كمان هو بيعرف أنه العرض اللي مقدمه الرئيس الأسد الأخير المبني على فكرة دستور جديد يلغي أحادية حزب البعث، يفتح الملف الانتخابات النيابية ومن ثم تداول السلطة الرئاسية وفق عهود مثل أي نظام ديمقراطي آخر، إذا كان في شك عند رئيس الأسد بأنه ما بلحق يحقق هذا الموضوع، ما هني عنده ضمانات دولية أنه كل العرب وكل الغرب حاملا فكرة أنه هني سيدعمونهم بمسألة الإصلاح، ليش ما عم بينفتح حوار مع ما هو قائم؟ لأنه أنا برأيي مقتل وضعف المعارضة إنها لا تؤمن بالحوار. مش معقول إنه يكون في معارضة مش منهج الحوار، مش أبعادة ديمقراطية، مش فكر ديمقراطي. أنا والديمقراطية الآن تتطلب إنه يكون عندنا الجرأة ويطرحوا حوار حقيقي مع الرئيس. هذا مثل النقاش يفترض أن يكون نقاشا داخليا، يعني أن يكون أمثال دكتور هيثم وطبعا من يمثل وبالمقابل من يمثل من السلطة، حتى يكون يعني الوصول للحوار إلى خواتيمه المطلوبة على المستويين يجب أن يكون على مستوى الداخل. الآن هذه صورة غير يعني غير موجودة. لا، لأنه هو عم بيحط لأنه هو عم بيحط التشخيص الخطر. تحدث عن ديكتاتورية وديمقراطية، يعني أنا أريد أن أعود إليه في هذه النقطة، لكن اسمح لي أتحول إلى واشنطن مجددا حتى نسمع وجهة نظر لورنس كورب مجددا حول الدور الأمريكي. سيد كورب، سمعت ما قاله ضيفنا المعارض من باريس عندما يتحدث عن المشروع الغربي، عن المشروع الأمريكي وماذا يريد الأمريكي من سوريا تحديدا. برأيه الأمريكي ومن معه يريد تحطيم الدولة في سوريا، تحطيم سوريا من حيث الموقع وما تمثل، وهذا ليس بمشروع جديد. هل واشنطن فعلا تريد الانتقام وتريد الثأر من النظام في سوريا بسبب ربما بعض الهزائم التي لحقت بها في المنطقة؟ تفضل. لا، الولايات المتحدة تود وضع حد لسفك الدماء، وما يجري حاليا هو حرب، وهذا جزء من الربيع العربي، والولايات المتحدة ليست لديها مصالح سوى مصلحة الشعب السوري وحق الشعب السوري في تقرير مصيره. إلى هذا الولايات المتحدة
أسوة للدول أخرى قلقة بشأن مقتل 6,000 أو 7,000 شخص في سوريا، والولايات المتحدة لا تريد أن يعتبر هذا التحرك مؤامرة ضد الرئيس الأسد. فالولايات المتحدة كانت تتعاطى مع الرئيس الأسد ووالده الراحل لعقود، والأمروسيان بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي تعاملت مع حسني مبارك الذي أطاحه شعبه نتيجة ثورة، والولايات المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين أمام المأساة السورية. سيد كور، نعم، ماذا تسمي دعم الإدارة الأمريكية للجماعات المسلحة في سوريا الآن والطلب إليهم بعدم تسليم السلاح؟ ماذا يمكن أن تسمي ذلك؟ هل هذا لمصلحة الشعب في سوريا؟ الأسلحة التي وصلت إلى أيدي السوريين وصلت من خلال منشقين عن الجيش السوري وليس من الخارج. ذلك أن النظام يواصل سياسة القمع والقتل، وما نحتاج إليه هو مبادرة جامعة الدول العربية، أي إطلاق عجلة المفاوضات، لكن الرئيس الأسد رفض ذلك. أتت بعثة المراقبين لكن تم تقييد حراكها في سوريا، وبالتالي خرجت الدول العربية من بعثة المراقبين. على كل حال مستر كورب، يعني تقرير البعثة العربية مناقض تماما لما ذكرته الآن. يعني إذا ما عدنا إلى ما قاله رئيس البعثة يتبين لنا ما قاله يعاكس ما تحاول أن تقدمه لنا. طيب عفوا، رغم إيجابية التقرير العربي لم يناقش في لم يصل أصلا التقرير إلى مجلس الأمن حتى تتم مناقشته. طيب اسمح لي أتحول إلى بريز، رفض لحضوره إلى أستاذ هيثم. أعود إليك ونعود إلى السؤال يعني الذي طرحه أيضا الأستاذ جبران فيما يتعلق الآلية. يعني طبعا الذي تحدث به هو مقتنع به وهو يعتقد أنه يشكل قاعدة لحوار. ماذا يمكن لكم أن تقدموا في هذه المرحلة؟ هل المعارضة تكون يعني بشكل أو بآخر تحت سقف الوطن، أم تكون تحت سقف التدخل الخارجي؟ طبعا لست أنت المعني بذلك، لكن واقع الأمر هو بالشكل الذي نراه الآن. تفضل. أولا، الحوار هي كلمة ناضل من أجلها كل الديمقراطيين السوريين منذ مطلع القرن، وكان أول حساب لهم في اعتقالات ربيع دمشق ووقف هذا الربيع عبر توقف منتديات موجود منها بيروت العشرات. طيب حتى لا نعود للماضي كثيرا في لبنان. طيب لو نطرح الأمر الآن، هذا بيأخذ 30 ثانية، معلش أعطيني 30 ثانية. طيب تفضل. ما بيضروا. إذن الحوار هو ليس مادة مستبعدة من خطاب المعارضة. ثاني شيء، أنا بعطي مثل بسيط، يعني ممكن أعدل لك أسماء 7 أشخاص اليوم في المجلس الوطني السوري ذهبوا وقابلوا بشار الأسد في الوفود التي ذهبت إليه. مثلا محافظتنا مطيع البطين كان في أحد الوفود، الآن في اللجنة التنفيذية، يعني في قيادة المجلس. بمعنى أن الناس من حيث المبدأ لم تكن هناك موقف وحدة من قضية الحوار. نعم، الفكرة كانت ما هي الجدوى، يعني عندما تذهب أنت وتلتقي وتوعد بأنه لما توصلوا لبيوتكم إن شاء الله بالمحافظة ما بيعودش في معتقلين، فتذهب إلى البيوت فتجد الناس ما زالت في السجن. طيب أستاذ هيثم، كيف يمكن بعدها أن تثق بحوار مع السلطات؟ طيب اسمح لي أنطلق من الواقع العملي الآن. الواقع العملي الآن السلطات في الدستور وفي الواقع. أستاذ هيثم، حتى نسمع بعضنا، أنت انطلقت من موسكو ومن مقترح روسيا بالحوار، أنتم مدعوون للذهاب إلى روسيا، وسمعت بالأمس نائبك يقول نحن سنتوجه إلى موسكو، هناك لقاء مع القيادة الروسية. طيب
يعني الحوار عندما يخرج نائبه. من سوريا إلى موسكو أين المشكلة؟ طب هذه معلومة، طب ليست معلومة، بالأمس كشف عنها. لماذا إذن مبدأ أن لا نحاور لأننا أولا نريد كذا وكذا؟ يعني الشروط التي نسمعها دائما. لحظة إذا سمحت تفضل. لا يمكن لديمقراطي في العالم أن يشن حربا على الحوار، ويمكن أن يشن حرب على سلمية الثورة، ويمكن أن يشن حرب على مناهضة الطائفية، لأنه وقت ما عادش ديمقراطي، سميه اسم تاني. فالمشكلة الأولى بالنسبة لنا أن هذا الحوار، كلمة الحوار، هي تشبه العلاقة بين السمك والماء. إذا كان السمك بدون ماء لا يعيش، لا يوجد ظروف موضوعية وطبيعية للحوار. نحن في حالة مرضية، ماسك السكين وحاطها على رقبة الناس وتطلب منهم أن يتحاوروا. هناك سكين من نوع المسلة. آخر أستاذ هيثم، هذا حوار المسلة. هناك سكين من نوع آخر الآن، ويفترض أنا لا أحمل السلاح. يمكنك أن أكثر من 16 ألف معتقل في السجون السورية لا يحملون السلاح. يا أستاذ هيثم معليش اسمعني شوي، كلام الأستاذ جبران يريد أن يطرح عليك بعض الأسئلة. يا أستاذ هيثم تفضل. يعني أنا أتمنى عليك لو كان بدقائق سريعة أنه نحط اتجاه للكلام حول ما هو راهن وكيف نخرج من هذا النفق. نحن الآن في سوريا في نفق، ونفق مظلم ومش واضح الضوء فيه. عم نقول المعارضة عليها مسؤولية تاريخية بهذا الأمر، وأيضا النظام عليها مسؤولية تاريخية. العنف منه بقى محتكر من طرف معين في سوريا، ما عادت الدولة واحدة هي محتكر العنف، صار في عنف أيضا عند أطراف المعارضة. وللأسف وأنت تدري وبتعرف، يمكن ظروفك ما بتسمح لك تحكي، أنه هذه المعارضة المسلحة هيدي لا بيمون عليها لا هيئة التنسيق ولا المجلس الوطني باسطنبول. الفرق بين كن وبين المجلس الوطني باسطنبول انه بيسير المجلس الوطني يردخ لمشيئته. انتم فضيلتكم انكم مش رادخين لمشيئته، ولهالسبب وضعكم عم بيكون اضعف، لانه ما عم بتسيروا الشارع بالمطلق. ما نحن متابعين هيدي الصوره. لا نحن الان عم نقول يا استاذ هيثم اسمح لي، يا استاذ هيثم، لا يا اخي جبران، استاذ هيثم لو تسمح لي نتفي صغيري في هذه الاوساط المسلحه، ولكن عند الاغلبيه التي تؤكد وتؤصل لاستمرارية الحراك الاجتماعي المدني السلمي وضعنا أقوى بكثير. لا كويس. وعلى العكس من ذلك نحن يعني نعود بقوة اليوم. نحن هيئة التنسيق الوطنية اليوم تعود بقوة، لأننا أمام فشل حتمي للاختيارات التسليحية على اختلاف أشكالها. استاذ هيثم أنا عم بعطيك فضيلة أنك أنت مش انعكاس أمين للعصابات المسلحة. ما بعرف ليش أخذت الموضوع لمحل تاني. أنا بعرف قيمتك وبعرف قيمة الفريق السياسي اللي معك. من هون أنا بحملك مسؤولية كبرى وتاريخية، لأن بعرف معدنكم وبعرف طبيعتكم الديمقراطية. إنه يكون في عندكم نوع من الجرأة، نوع من كلام آخر يروح مباشرة على النظام بحوار مع الرئيس الأسد. أنا أعتبرها نصيحة أخ ورفيق، بشاركك كثير من مقولات الديمقراطية والعلمانية، لأني أنتمي إلى حزب مرتكز الأساسي العلماني والديمقراطية. أنا عم بقول الحوار مع الرئيس الأسد هو بشكل مخرج حقيقي للمأزق. أما أي رهان أنه أنتم ممكن تعملوا حوارات بمعزل عن الرئيس الأسد، وأنه عندكم قدرة إلى تسوية سياسية بمعزل عن الرئيس الأسد، أعتقد هذا كلام افتراضي يعمق المأزق ويفجر الأوضاع. طيب. في فرصة تاريخية أن يتنازل النظام عن مجموعة مسائل. خلي يكون عقلكم عقل موضوعي يؤمن بالتدرجية، لأنه الانقلابية يمكن أدت وظيفتها تاريخيا، أما راهنا الانقلابية صارت مشروع حروب متدحرجة وحروب أهلية.
فهيدا بيتطلب منكم نوع من التسوية. طيب. والتسوية ليست ضد العقل. وسوريا بمجتمع المركب تحتاج راهنا إلى تسوية، والتسوية منا ضد العقل. أستاذ هيثم سأترك لك المجال للإجابة، لكن حتى لا ننقطع كثيرا عن ضيفنا في واشنطن أريد أن أعود إليه في جزئية تتعلق بالمشروع الأمريكي تجاه سوريا، انطلاقا مما قاله قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي. أريد أن أسمع رأي ضيفنا هناك لورنس كورب. مستر كورب، السيد خامنئي يقول إذا وعدت الحكومة السورية الأمريكيين بأن تقطع دعمها عن المقاومة في المنطقة، سواء تحدثنا عن المقاومة في لبنان أو في فلسطين كما سماها، جميع القضايا سوف تحل، ذنب سوريا الوحيد هو دعمها للمقاومة. هل توافقون على هذا التوصيف؟ Absolutely not. طبعا لا. Every time there's a problem كلما برزت مشكلة في بلد من بلدان المنطقة العربية يتم التطرق إلى قضايا أخرى. لا يجب أن ننسى أن الثورة بدأها الشعب السوري، ولا علاقة لما يحصل في سوريا بما يحصل في لبنان أو في فلسطين، بل هذه زريعة يتم التذرع بها لقتل آلاف الأشخاص ولزج آلاف الأشخاص في السجن. هناك أكثر من 20,000 شخص قتلوا أو زجوا في السجون لأنهم أرادوا ما أراده أترابهم في تونس أو في مصر أو في ليبيا. برأيي يجب أن يكف النظام السوري عن قتل شعبه، ويجب أن يتنحى الرئيس السوري، ويجب أن يتمكن الشعب السوري من تقرير مصيره. طيب. عدت إلى وجهة نظرك التي بدأت بها. على كل حال اسمح لي أتحول إلى بريز مجددا. أستاذ هيثم، يعني قبل الرد على ضيفنا الأستاذ جبران بموضوع ما قاله السيد علي خامنئي، طبعا سمعت الموقف الذي أطلقوا أمام أمين عام حركة الجهاد الإسلامي عندما يقول إذا وعدت الحكومة السورية، السؤال الذي طرحناه على ضيفنا في واشنطن، يعني تعد بقطع أي دعم للمقاومة، عندها كل الأمور تحل، ذنبها الوحيد أنها تدعم المقاومة. هل هناك يعني على أرض الواقع ما يخالف هذا الأمر؟ وهذا يعيدنا للسؤال الأول الذي طرحناه، وهو إطاحة دور سوريا على مستوى الممانعة، إخراجها من المعادلة. تفضل. فقط بحب بدون ما أدخل ببوليميك يعني مع الجملة التي قيلت، أقول جملة واحدة: دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية قاسم مشترك أعلى عند عدد كبير من السوريين قامعهم ومطموحهم، وبالتالي ليس بالإمكان أن نعطيه ورقة حسن سلوك للسلطة ونسحبها من الشعب السوري الذي وقف في 2006 موقفا هائلا في التضامن مع المقاومة اللبنانية. نعم. فأحب هنا أرجع لمشكلة ضرورية حتى نتفق على مسألة أننا لسنا هنا لكي نضع الحل العسكري الأمني في مواجهة حل التسلح، لأنه هذا هو غياب الحل السياسي. غياب الحل السياسي يعني في الواقع العملي أننا نترك الساحة للحل الأمني العسكري في مواجهة التسلح للدفاع عن الذات والهجوم على الآخر. فلكي لا يصبح هذا هو الخيار، نعم، نحن أصرينا في الأول من نوفمبر الماضي على مشكلة رئيسية. نحن اتفقنا، نحن والسلطات السورية ومجلس اسطنبول والكل، نعم، على نقطة واحدة كلياتنا اتفقنا عليها، هي المبادرة العربية في صيغة 1 نوفمبر وقت ذاك. طيب. أنا أعتقد اليوم بأن هذه الصيغة ما زالت صالحة وما زالت الأساس باستثناء وأن التعديلات، نعم، أو التحديدات عفوا الوقت ذهبنا أستاذ هيثم، الوقت انتهى بالنسبة لنا. لا أقول لك يا بكلمتين. تفضل كلمة أعطني بدقيقة بخلص. كلمة انتهى الوقت بالنسبة لنا. تفضل. نحن اليوم قادرين بتهذيب روسي للمقترح،
مقترح الجامعة العربية أن طيب. نصل إلى حل جيد. جيد. عدنا إلى المشروع الروسي وابتعدنا إلى السياسة. نعم وابتعدنا عن المشروع الغربي الأمريكي حتى ننهي معك بهذه النقطة. أستاذ جبران الوقت داهم يعني ليس لدينا الوقت حتى نسمع يعني رأيك ولو بكلمة واحدة فقط. كلمة واحدة يعني أنا حاولت إني مرد كثير على الأستاذ اللي تحدث من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لكن تاريخ حكوماته مع المنطقة ما بتمنح أي مصداقية للكلام اللي عم بيقوله حول الواقع السوري. شكرا لك جبران عريجي الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي، شكرا لحضورك. كما نشكر الدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا في المهجر، ومن واشنطن لورنس كورب الباحث في مركز التقدم الأمريكي. شكرا لكم مشاهدينا والسلام عليكم.